نروح لحضراتكم مرة تانية ومسلسل السفارة اللي عمل ردود أفعال كبيرة جدا على السوشيال ميديا من بداية عرضه في موسم دراما رمضان، خصوصا تفاعل الجمهور مع دور عم راضي اللي بيقع في طريق شفيق اللي هو طبعا بيقوم بدوره أحمد أمين، في كل مرة بيحاول يغير مصيره. يعني شخصية عم راضي شخصية ربما كانت زي ما يقولوا كده إيه، دائمة التكرار ومثيرة للجدل، هي بتمثل قيمة الرضا في المسلسل. دايما كان يقول لأحمد أمين، يقول له انت راضي، انت مبسوط، طول ما انت مبسوط انا مبسوط. الشخصيه دي اشاد بيها الجمهور بعد هذا الحوار اللي دار بينه وما بين شفيق جلال او احمد امين خلال حلقات هذا المسلسل حول ضروره الرضا وضروره عدم الاستسلام. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الدور الجميل ده. معانا على التليفون دلوقتي الفنان سمير حكيم، بنصبح عليه وبنقول له هل انت راضي عن المسلسل ولا مش راضي يا استاذ سمير؟ صباح الخير. اهلا بحضرتك. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مصر، صباح الخير على كل الرضا ان شاء الله. اهلا بحضرتك. ان شاء الله. اهلا بيك. اهلا بيكم. استاذ سمير، القيمه اللي قالها هذا الدور او اللي ارساها هذا الدور هو قيمه الرضا. قيمه ان انت يا احمد يا امين او يا شفيق يا جلال لازم ترضى. استقبلت الاول ردود الافعال ازاي قبل ما نخش في تفاصيل المسلسل؟ يعني طبعا بفضل الله ونعمه والحمد لله على كل اللي بيجيبه، انا يعني طبعا نعمه دي مغرقاني كلها، لكن انا ما كنتش متوقع ولا متخيل، عشان انا يعني انا بقى لي اكثر من 30 سنه بمثل، وكل ما بمثل يعني يا حد في من الناس العادية تقول لي كويس، أحسنت، حلو، أنت مريح، أنت كويس، أنت أجدت، أنت في الشارع العادي، لكن لم أتوقع أن السوشيال ميديا تعمل هذا الرواج وهذه الإشادة. وأنا بصراحة يعني أنا اتخضيت. هو أنا اللي بيقول عليا ده ولا حد تاني؟ لا طبعا يعني تستحقها يعني. بس أنا برضو عايز أسألك على حاجة، وإحنا بنتكلم على ردود الأفعال أكيد في خطوات تسبق ردود الأفعال دي. يعني أول ما قريت الدور صحيح حضرتك بتظهر في كل الحلقات ولكن جملة أو جملتين. لما قريت الدور قلقت؟ حسيت إن الدور صغير؟ ايه كان ايه احساسك وقتها وقررت انت تجسد الشخصيه دي ازاي؟ هو انا اشتغلت قبل كده مع الاستاذ علاء اسماعيل والاستاذ احمد علي. فانا عارف شغلهم بالنسبه لي شكله ايه. يعني هم مش هيجيبوني كده وخلاص. دي حاجه، الحاجه الثانيه لما اتعرض عليا الشغل يعني اتقال لي بشكل كده عشان مسألة يعني ايه. بص بقى، الدور ده مش كبير، والدور ده يعني مجرد تواجد، والدور ده عشان يعني ايه مطلبي في الفلوس ما يكونش كتير يعني. فأنا يعني لما عارف ان الموضوع بتاع الأستاذ علاء اسماعيل إخراج ومع الأستاذ أحمد أمين، قلت له أنا موافق. قال لي موافق؟ قلت له أه موافق. وقد كان يعني وقد كان انا قبل كده اشتغلت مع الاستاذ احمد امين والاستاذ علاء اسماعيل في البلاتو. ايوه. وانا برضو يعني في الاول ما كنتش عارف انا هعمل ايه، لكن لما رحت وقعدت معاهم وشرحوا لي الشغل في البلاتو، لا انا شغل كان رائع وجميل واضاف لي كتير. أيوة. وهم بالنسبة لأي حد إضافة، أنا بالنسبة لعلاء إسماعيل وأحمد أمين دول طب يعني بمنتهى الأمانة، يعني بمنتهى الأمانة هم بره الصندوق بيغردوا دايما خارج السرب دايما يعني. وأوعى حد يفتكر إن هو عشان هيشتغل معاهم مجرد زي ما الأستاذة جمانة قالت اللي هي جمل بسيطة، لا يعني هي جملة بس ممكن تكون فيصلية. ما هو زي ما حضرتك شفت كده يعني بالظبط كده يا ريس، بالظبط كده. في أعمال كتير يعني بيبقى مجرد بجد يعني شخصية بتقول جملة واحدة في العمل كله صح. وبتفضل هي اللي معلقة مع الجمهور على طول، فبتحصل كتير. بصي أنا لم أتخيل يعني أنا أقول لك بس مشهد الأستاذ الله يرحمه خالد صالح في محامي خلع. أيوه.
لما كان طالع محامي وقال جملة حلوة قوي، قال هي ريحة المحكمة حلوة كده ليه؟ هي كان مسألة طلاق، هو مشهد واحد، لكن صحيح بسم الله ما شاء الله ربنا قسم له ان يكون باب انطلاق وفتح لفنان مصر كلها تشيد بيه وقدم حاجة لتاريخ السينما. صحيح صحيح, صحيح. الله يرحمه. طيب استاذ سمير، اكيد في رسالة يعني حابب تقولها من خلال هذا المسلسل. المسلسل بيحكي في قيمة يعني إيه، إن علمتم الغيب لاخترتم الواقع، وإن الإنسان الغير راضي عن حياته هيفضل طول عمره مهموم، والإنسان الراضي هيفضل طول عمره سعيد. جسدت كل ده إزاي؟ ويعني عايز تقول إيه من المسلسل بصفتك أنت بتمثل هذه الشخصية؟ تفضل. بص سعادتك، أنا عايز أقول لك حاجة، وانا بقول الكلام ده بقوله لنفسي، وانا بقوله الكلام ده صدقني يعني لما قريت المشهد انا حسيت ان انا عايز اقوله لنفسي قبل ما اقوله للشخصيه. ايوه احيانا الواحد بيرضى الواحد بيجري ورا حاجات ما بتكونش من نصيبه. صحيح. الحاجه الوحيده اللي هي تخليه يكن، يرضى، يستقر، يشعر بالسلام، هو لما يحس ان مفيش حاجة تخرج عن إرادة السماء وتتعمل، لازم ربنا يكون راضي وموافق. صحيح. ومبارك. صحيح. فطريقك هيمشي. أيوة. فانت في مثل بيقول لك ايه، اللي يجي لك غاز خده جوده. احنا مش بنقول ان احنا لا، بنقول الواحد بتكون عندك انت او انا او الاستاذه جمانة او صحيح. اي حد صحيح. بيحس بنوع من ان هو عنده كتير، والمفروض يكون حاله احسن من اي حال، والمفروض يكون احسن من اي حد، لكن يشاء السميع القدير ان هو يديله كده، هو سنه يقول له الرضا. بص يا استاذه جمانه، احيانا بنشوف اعلام وناس ملء السمع والبصر، وبعد كده هو حياتهم بتنتهي في لحظات. صحيح. ويشعر بالهم. صحيح. او اهله يشعر بالهم او 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 يعني طب على ايه بقى؟ يعني على ايه انا اشيل الهم ووجع القلب وعدم الاستقرار ما هو يعني ايه؟ ما هو احنا بنتكلم يا استاذ سمير عن الرضا دي او النعمه، او النعمه اللي موجوده عند بعض الناس، وحضرتك بتتكلم عليها ومدركها قوي كده. ربنا انعم على حضرتك بيها، في ناس ما عشتهاش ما تعرفهاش، هي فاهمة انه السعادة في الشهرة، السعادة في الفلوس، السعادة في بيت فخم، السعادة هم مش مدركين. واحيانا ما نقدرش نلوم على شخص ما جربش طعم الحاجة، يعني لا على الإطلاق بالظبط، يعني لا بالعكس بندعي طبعا يعني ان ربنا دايما يعني يعني يدي كده الناس كلها حتى فكرة الرضا، يعني الناس تحس بالرضا وتفهم قيمة الرضا، لأن هي دي السعادة الحقيقية. صحيح. طول الوقت. صحيح. طبعا بنشكر حضرتك. اتفضل. قال له بص في الجملة الأخيرة، قال له في فرق بين الطموح وال، قال له إيه؟ عايز يقول له الاستسلام. في فرق. صح. بس عشان الناس تبقى فاهمان، في فرق بين الرضا والتواكل. أيوه. صح. طبعا. الرضا اللي أنا أسعى كل ما بيدي، كل ما بيدي لغايه ما يجي لي يقين كده ان هو دي اراده الله. صحيح. صحيح. طبعا. احنا سعداء جدا بيك يا استاذ سمير، وشكرا جدا لهذا الدور، وشكرا لهذه القيمه الفنيه. الفنان سمير حكيم، شكرا جزيلا لحضرتك على دورك في مسلسل السفاره.